بقى في صوت الدبان ده، الواحد مش عارف ينام. انت يا ست هانم. ايوه يا حموكشه جايه. ايه في ايه؟ عايز حاجه؟ مش عارف انام من صوت الدبان ده اهو. انت مش قلت لك تهشي وتقفل الشباك؟ والله يا حموكشه هشيت وقفلت الشباك والبلكونه، بس عيالك هم اللي فتحوهم تاني علشان انت ست فاشله. استغفر الله العظيم، ربنا يسامحك. روحي روحي شوفي الدبانه دي فين، اجري وراها وامسكيها واقتليها، عايز انام شويه. لا يا راجل، عايز نجري ورا الدبان كمان؟ لا انا هطلع اجري وراها. يلا يلا بقول لك مش عارفه انام. بعدين بقى في القرف ده، ما تبطنيش يا ساتر. الواحد صدق ما خلص اللي وراه عشان يقعد كده ويستريح شويه، اتفرج على فيلم بقى ولا مسلسل؟ لا والله، ايه الروقان ده؟ سايبه البيت يضرب يقلب وقاعده حضرتك تتفرجي على التلفزيون. اه وانت وراكي حاجه؟ انت بتشتغلي زيي ولا بتتعبي زيي؟ حرام عليك يا حموكشه، انا غسل المواعين وغسل الهدوم ومروقه البيت وعملت الغدا، عايز مني ايه تاني؟ الاكل اللي انت عملتيه ده ما عجبنيش، قومي اعملي الاكل تاني. ليه يا حموكشه؟ ما انت اللي طالب الاكل ده. اهو كيفي كده بقى، مش عاجبني الاكل ده. انا رايح الاوضه اريح نص ساعه الاقي الاكل جاهز، انت فاهمه؟ الهي اللي راحتك يا بعيد. لو جوزك مضايقك او مراتك مضايقاك، عند الساحر الهمام هتحل كل المشاكل، عند الساحر الخطير هتحل كل مشاكلك في ثانية واحدة بس، زورنا هتحل كل مشاكلك. اخيرا لقيت الحل، انا هروح للساحر الهندي ده وهخلي حموكشة يلف حوالين نفسه كده علشان يبطل عمايله السودا دي. يلا يا ست هانم. زعق براحتك، دورك جاي. يا اختي المكان الغريب اللي انا فيه ده، يا جدعان يا اللي هنا، حد يرد عليا، فين الساحر الهمام؟ ده مين طفى النور؟ يا نهار اسود، ما تخافيش يا ست الكل. الصوت ده طالع من ايه؟ وانت مين؟ انا الساحر الهمام. يا نهار اسود، وانت يا اخويا اللي هتحللي مشاكلي؟ ايوه طبعا يا ست الكل. يا اخويا كنت حليت مشكلتك انت الاول، صوت العيال ده اهو والربع اللي انت فيه. انت عيل صغير يا ولا ولابس ماسك؟ انت متاكد ان انت هتقدر تحل لي مشكلتي؟ ايوه طبعا. ماشي، مشكلتي يا اخويا ان جوزي مزهقني في عيشتي وعلى طول طلبات وزعيق ونكد ومش عارفه ماله. يا اخويا الراجل ده هو ما جواه كده مش بني ادم. سهله وبسيطه، انت بقى عايزه تعملي فيه ايه علشان تاخدي حقك وهو يتعدل؟ مش عارفه يا اخويا، مش انت ساحر قولي. انا مش عارفه، قولي ايه الحاجات اللي عندك وانا اختار. حاضر، ممكن اخليهولك مثلا اخرس ما بيتكلمش وساعتها ما تسمعيش صوته خالص وتعيشي في راحه، او ممكن اخليهولك مثلا يختفي. اختفي؟ لا يا اخويا، ما هو لو اختفى العيال هتسال عليه وممكن يفتكروا ان انا قتلته ويتهموني بقتله. لا لا لا، بلاش الاختفاء ده. هي حكايه اخرس دي حلوه برضو، بس لا، جيب لي حاجه تانية. والنبي انا ممكن اخليهولك صغير قد النمله. ايوه هي دي. خلاص يا ست الكل، انا هديكي حاجه اول ما هيشربها هيصغر على طول. انت متاكد ولا هتوكسني معاك؟ لا طبعا متاكد، اتفضلي. هاتي يا اخويا، ربنا يكرمك يا رب. هتحطي له المسحوق ده في ميه وهيشربها، واول ما يشربها هيصغر على طول. بس خلي بالك، ممكن فجاه كده السحر يتقلب عليكي. يتقلب عليا ازاي؟ افتريت عليه جامد السحر يتقلب على طول. لا لا، انا متاكده ان انا مش هفتري عليه يا اخويا، ده انا طيبه، ده انا قلبي كده نسمه من جوه. خلاص على بركه الله، روحي اديله المسحوق ده. يا اختي السحر اللي لازم يطفي النور عشان يختفي ده، ده شكله هيوكسني الراجل ده معاه. خدي يا حموكشه، جبت لك كوبايه ميه. ليه ان شاء الله؟ انا طلبت منك ميه؟ لا الجو حر، قلت اجيب لك كوبايه ميه ساقعه حلوه كده. هات يا ستي. عملت الغدا؟ شوية كده هحضره. حاضر. هو في ايه؟ هو ما صغرش ليه؟ انا قلت ان ده ساحر موكوس. اه يا بطني، بطني بتتفرتك. انت شربتيني ايه وليه؟ انت سميتيني ولا ايه؟ يا نهار اسود، انا ما قلتلوش يموته. اه يا بطني. انت فين يا حموكشة؟ رحت فين؟ هو الصوت ده جاي من ايه؟ ايه ده؟ ده السحر اشتغل وحموكشة بقى صغير قد النملة. انت عملت فيا ايه؟ فكرتيني كده ازاي؟ وانت ازاي كبرتي كده؟
ده كله من عمايلك عشان تبطل تفتري عليا. لا انا متاكد ان الميه دي اكيد فيها حاجه. يا اخويا بتقول انا مش سامعاك. تعالى كده اما اشيلك على ايدي كده عشان اسمع انت بتقول ايه. يا خراش عليك تجنن، ايه الحلاوه دي؟ شبه الكتكوت الصغنن. قول لي بقى يا حموكش احساسك ايه وانت صغنون كده؟ نفسي اديكي بالجزمه. بلاش قله ادب بدل ما تتسخط اكتر. والله بقى شكلك كيوت قوي. يا لهوي على الحلاوه. حرام عليك يا بنت، رجعيني يا بنت زي ما كنت. ليه وانا عبيط عشان ارجعك تاني؟ انا هخليك كده على طول. وهتقولي العيال ايه؟ هقول لهم ابوك سافر يا عيال. انا همرمطك يا حموكش زي ما مرمطتني وبهدلتني. حرام عليك يا بنت هانم، انا اسف. طيب رجعيني والنبي. انت بتحلم يا بابا. طب انا جعان. حاضر هروح اجيب لك زيتونيه. لا الزيتونيه دي كبيره قوي. امال اجيب لك ايه يا اخويا؟ توت؟ ايوه صح. انت هتنام فين؟ احطك في الدرج؟ لا لا احسن عيالي ياخدوك يلعبوا بيك. لا انا احطك في علبه كبريت واحطك جوه الدرج. علبه كبريت يا بنتا؟ ايوه طبعا. انت لسه شفت حاجه؟ تعالي بشرب ميه، مش طايره حنفيه عشان تنقط كده يا دوبك عشان اقدر اشرب. بنتا الله يخرب بيتها، معطشاني ومجوعاني كانها مسكت واحد كافر. انا بتنقط ايه؟ الحقوني الحقوني اغرق الحقوني. شفت الراجل ده راح فين؟ بصراحه عمال ادور عليه كاني بدور على ابرفكم قش. انا هنا يا بنتي الحقيني هغرق. شوف ده جاي منين؟ ايه ده حموكشة؟ تعالى تعالى اهو مكستك. الحمد لله. انت كنت بتعمل ايه في الحوض؟ كنت عايز اشرب. انا تعبان قوي، نشفيني بسرعه. وانا اشوفك ازاي يا اخويا؟ هجيب لك فوطه على قدك منين؟ انا لقيت حل حلو. انا هجيب مشبك واحطك على المنشر كده بمشبك لحد ما تنشف. ها؟ يا اخويا ولا يهمني تقع. انا اعمل لك ايه يعني؟ انا كنت بنشفك. انا خليك هنا لما اروح اجيب مشبك. يا رب انقذني بقى من الست المفتريه دي. ده ايه الحقد والغل اللي جواها ده؟ ده كانها ماسكه واحد يهودي. يا ربي انا عملت فيها ايه كل ده؟ يا رب انقذني وانا مش هعمل اي حاجه وحشه في اي حد تاني. اما اروح اعلق حموكشه بالمشبك. ايه ده؟ ايه الرجلين دي؟ ها؟ حموكشه؟ ايوه حموكشه يا تنكا. يا نهار اسود، هو انت ايه اللي خلاك بقيت عملاق كده؟ ربنا بقى قادر على كل شيء، الصحه اتقلب عليكي. حموكشه حبيبي والنبي يا اخويا ما كانش قصدي، انا كنت بهزر معاك. ايه يا شيخه بتهزري برضو؟ او ربنا والنبي سامحني. ابوس ايدك والنبي سامحني. حقك عليا. يا نهار اسود، ده انا شكلي هشوف ايام سودا. والنبي خليك مكانك. يا مجنون، العيال يرضيك تموتني والعيال يتيتموا؟ يرضين. بص احنا نتفاهم الاول وبعدين اضرب. الله يخليك، بلاش اضرب على طول. يا لهوي نزلني يا حموكش، نزلني. الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك يا ساحر يا منيل انت. انا قلت ان الساحر ده شكله ما يصرش. طب اتكلم قول حاجه، انت شايلني كده موديني فين؟ هنشارك في البلكونه بمشبك يا حبيبتي.